هذه المكتبه، المكتبه المتنقله للمكتبه الولائيه بمديريه الثقافه، طريق تحت شعار طريقنا الى المعرفه، طريقنا الى المعرفه، تنظم قافله القراءه تحت شعار طريقنا الى المعرفه. بالمكتبه عندما ندخل، ندخل الى المكتبه نجد المكتبة ثرية بالكتب، القصص والكتب، كما نشاهد الآن الأطفال والتلاميذ يشاهدون ويتصفحون ما تحتويه هذه المكتبة من كتب، وخاصة الأطفال نعرف بأنهم يحبون كثيرا القصص. ممكن تعرفنا باسمك؟ عبد الرحمن بوجل. وش وجدت في المكتبة اليوم؟ نظافة البيئة وحب الوطن. نظافة البيئة وحب الوطن. أنت من هواة المطالعة، تحب المطالعة. ممكن نعرفوا أنت اسمك؟ إبراهيم بن إبراهيم فهد محمد. الآن راكم متواجدون في المكتبة المتنقلة. عارفين وش معنى المكتبة المتنقلة؟ واش راكم تشوفوا؟ شنو الموجودة في المكتبة هنا؟ واش راكم تشوفوا؟ قصص و قصص وكتب للقراءة. أنت من هواة المطالعة أم لا تحب المطالعات؟ نحب المطالعة. شنو أهم الحوايج اللي تشتي تطالعها أنت؟ تكون القصص، القصص واللغة وقراءة الرياضيات وحفاظي زوجي. ثم البنات وراكم متواجدين الآن، وراكم في المكتبة المتنقلة. ايش فيها المكتبة هذه؟ فيها الكتب، قصص جميلة جدا، والكتب. لما اعطيتوني ذيك القصه انا فرحت جيدا، وشكرا لكم هذه اللي قالها لكم. وشني القصه اللي عطاها لي طه؟ الحواس الخمس. الحواس الخمس. ممكن توريني الحواس الخمس؟ الحواس الخمس، ما هي الحواس الخمس؟ اليد والاذن والانف والعين واللسان. واللسان اكيد ذكرتي ان انت لم تذكرين الحواس. أول اللمس، الشم، السمع، السمع، تذوق، أنظر، النظر، اليد. ماذا نستعمل اليد؟ لمن نستعملها اليد؟ اليد نستعملها اللمس. اللمس صح. كما قلنا المكتبة ثرية بالكتب، والكتب كما أخبرتنا المشرفة بأنها في متناول الأطفال. هذه المكتبة متنقلة، تتنقل إلى المناطق النائية لتعيد للكتاب قيمته، وخير جليس في الأنام كتابه.